السلام عليكم السيد الأمين العام السيد رئيس المؤتمر السادة الوزراء رؤساء الوفود في البداية باسمي وباسم الدولة الليبية حكومة وشعبة نتقدم بجزيل الشكر إلى دولة رومانيا على هذه الاستضافة حكومة وشعبة كذلك السيد الأمين باسم الدولة الليبية نتقدم بجزيل الشكر للاتحاد الدولي للاتصالات على قراره رقم 83 لسنة 2017 في بونس آيرس المتضمن بالأرجنتين المتضمن دعم دولة ليبيا من الاتحاد الدولي للاتصالات إن دولة ليبيا تطمح أن تكون دولة واعدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وفي هذا المجال فإن الدولة الليبية الآن من خلال شبكات الاتصالات المتوفرة بها عبر شبكات الهاتف المحمول والتي تغطي كافة التراب الليبي بخدمات متعددة وسرعة نفاذ عالية داخل الدولة الليبية كذلك تمتلك الدولة الليبية شبكة اتصالات من وسائل الاتصال عبر الألياف البصرية تفوق 16 ألف كيلو متر تطمح دولة ليبيا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاتصالات 2023-2028 والتي سيتم الإعلان عليها قريبا قبل نهاية هذا العام وفي خلال المدة الماضية في الدولة الليبية تم العمل على وضع الأسس العلمية للاستراتيجية الوطنية للاتصالات والمتضمنة تطوير البنية التشريعية والقانونية من خلال تطوير القوانين واللوائح المعمول بها في قطاع الاتصالات ومجال المعلوماتية وكذلك خلال المدة القريبة الماضية اعتمدت الحكومة الليبية العديد من القواعد والسياسات واللوائح الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات داخل الدولة الليبية وفي مجال الأمن السيبراني تسعى الدولة الليبية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني داخل الدولة الليبية وكذلك في مجال المعلوماتية والتحول الرقمي فقد أصدرت الدولة الليبية الحكومة بالدولة الليبية قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي والتي من أهم مهامها وضع الأسس والمعايير وكذلك خارطة الطريق للتحول الرقمي ووضع الأولويات ولتنفيذ ذلك وكذلك من خلال تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدولة الليبية فإن الآن هناك الكثير من الشركات الخاصة تعمل جنباً إلى جنب إلى القطاع العام داخل الدولة الليبية في تنفيذ العديد من المشاريع وكذلك هناك مشاريع استراتيجية تطمح الدولة الليبية القيام بها خلال المدة القريبة القادمة وهي تحويل ليبيا إلى دولة عبور للاتصالات من خلال مشاريع شمال جنوب وهي مقصود بها إيصال دول الشمال الأفريقي بدول الوسط والجنوب الأفريقي إلى العالم عن طريق الأراضي الليبية كذلك في مجال بناء القدرات تسعى الدولة الليبية إلى إعداد ورفع كفاءة القدرات في مجال الاتصالات والتحول الرقمي من خلال إطلاق مبادرة الأكاديمية الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات وهي أحد المبادرات أو أحد الهيئات الآن موجودة داخل الدولة الليبية وتقوم ببناء القدرات في هذا المجال ختاماً فإن الدولة الليبية ستعمل مع منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات وفق اللوائح والدستور المعمول به داخل الاتحاد الدولي للاتصالات تقبلوا شكرنا وتحياتنا لكم جميعاً.